معايا على التليفون الاستاذ ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزاره التموين. استاذ ممدوح، مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. يعني اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف يعني استعدادات الوزاره فيما يتعلق بتوفير السلع الاساسيه اللازمه للمواطن المصري في شهر رمضان. خلينا في البداية نقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الربيع وأعياد الإخوة المسيحيين، كل سنة ومصر طيب. فيما يخص توفير السلع، احنا بنأكد ان احنا على الخطة اللي احنا وضعناها لتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكية وفي المنافذ التابعة للشركة الخاضعة للصناعات الغذائية. هذه الخطة احنا بندعمها بشكل مستمر، وبالفعل في اكثر من 160 الف طن سلع جاهزة للطرح في هذه المجمعات والشوادر اللي تم إقامتها بالتنسيق مع السادة المحافظين. هذا فيما يخص السلع الأساسية. هناك كميات كبيرة من اللحوم المبردة والمجمدة، وفيه اتفاق على أنه سيتم عرض أو الاستقرار على عرض اللحوم السودانية ب 75 جنيه حتى عيد الأضحى المبارك. النهاردة وزير التموين اخذ قرار بتخفيض الرز الهندي، ودي حضرتك بقولها بخص برنامج حضرتك بيها استاذ عمرو، اخذ قرار بتخفيض قيمه الرز الهندي جمله للبيع جمله ب 5 جنيه ونص بدل من 6 جنيه ونص. بنتكلم على الاتاحه في السلع الاساسيه عشان خاطر ده السبيل الوحيد لفرمله ارتفاع الاسعار ولتخفيض الاسعار. عندما نلبي الطلب ونزيد من الطلب بالتاكيد المنافسه هتكون هي العامل الرئيسي في السوق، ودي هتخلي التجار يحاولوا يخفضوا الاسعار، وده الاجراء اللي بدات ثماره تظهر علينا في السكر. النهارده احنا بنتكلم في سعر كيلو السكر اقل 75 قرش من الاتفاق اللي اعلنته وزاره التموين ببيع السكر ب 10 جنيه ونص. والامور في طريقها بشكل جدي فيما يخص طب الرز. الرز الهندي اللي حضرتك بتتكلم عنه استاذ ممدوح ده هيكون متوفر في كل المحافظات بالسعر اللي قلته حضرتك 5 جنيه ونص؟ احنا بنتكلم جمله ب 5 جنيه ونص، اللي عاوز يشتري جمله ب 5 جنيه ونص على اساس ان هو يتاح بهامش ربح فوق ال 5 جنيه ونص، يبقى اقل يبقى سعره اقل. دي برضه وسائل من ضمن وسائل ضبط الاسعار يا استاذ عمرو، وزي ما شفنا تقارير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن نسب التضخم لشهر مارس الماضي، هنجد ان الثلاث سلع انخفضت اسعارهم هي السكر والارز والفول. وده اثر في معدل التضخم الشهري لشهر مارس، وانخفض الى ما دون 2% طبقا لاحصاء الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء على اساس شهري وليس على اساس سنوي علشان اكون صادق. وكانت النسبه في الشهر السابق عنه اللي هو شهر فبراير حوالي 2.6%. الاحصائيات دي بتؤكد ان الاتفاقيات اللي احنا عملناها والخطوات اللي بنشتغل عليها بالسوق بدات ان هي تكون واضحه تاثيرها بشكل مباشر على السوق، ونتمنى في المرحله الجايه نقدر نشتغل بهذا الريتم وبهذه الحركه علشان نخفف الضغوط على المستهلكين فيما يخص ارتفاع الاسعار. نعم. طيب الوزير النهارده دكتور علي مصلحي اتكلم عن معارض اهلا رمضان. هذه المعارض هتكون في كل المحافظات؟ بالفعل معارض اهل رمضان هتكون في جميع محافظات الجمهوريه، وهتفتتح امام الجمهور يوم 18/5 ليوم 26/5 القادم، الشهر القادم ان شاء الله، ودي بالاشتراك مع الغرف التجاريه وغرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات المصريه. واؤكد لحضرتك ان العارضين والمنتجين للصناعات الغذائيه تعهدوا بان يتم عرض السلع في هذه المعارض باسعار اقل من اسعار الجمله. هذا تعهد رسمي امام وزير التموين وامام رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، وسيقام معرض ضخم جدا في ارض المعارض تحت مسمى سوبر ماركت في الفتره من 22، ده بالنسبه للقاهره في الفتره من 22 ل 26. نعم. احنا بنتكلم طيب. بقيه المحافظات من 18 ل 26، والقاهره من 22 ل 26. بالاضافه الى ان شاء الله هنخص حضرتك برضه استاذ عمرو في مبادره قائمين عليها في الوقت الحالي في مجموعة من السلاسل الوطنية الكبرى لتشترك أو بتدرس مع وزارة التموين عمل مبادرة قوية جدا لتخفيض لطرح كميات محددة من السلع الأساسية في أماكن معلومة لهذه السلاسل بأسعار تنافسية سنعلن عنها قريبا إن شاء الله على نهاية الأسبوع بإذن أو الله. على بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين.